السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وكنشكروا بزاف القناه اللامناتية على الاستضافه. وغادي نبداو باول سؤال. عرفينا عن نفسك، من هي سلوى ومن هو محمود؟ انا سميتي سلوى من المغرب ومتزوجه، وهذا الزوج ديالي. السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بصحه وبخير. كل الحب والاحترام للمملكه المغربيه، والله يبارك ويطولنا بعمر جلالة الملك محمد السادس. أنا أخوكم محمود من سوريا. أنا ومحمود تعرفنا في تركيا. كنت سافرت لتركيا أنا والأخت ديالي. كنا مشينا لتركيا عند ماما لأنه كنت 11 سنة ما شفتهاش، واختي كتبت خطبات وتزوجت. وكنت سافرت أنا واختي لمدينة إسطنبول على لو تشي وراق الاختي. وكنت مشيت للضيفة عند عائلة راجل اختي، وتما كانت تعرفت انا ومحمود، وتما يعني كتاب تعرفنا على بعضياتنا، وخطبني من الاب ديالي، وجاب بابا من المغرب لتركيا. انا من بعدها كنت رجعت طبعا يعني كنت رجعت بقيت شي سيمانة عندهم انا واختي يعني ضيفة. موراها كنت سافرت رجعت لعند ماما، وتما كان باش كان خطبني وجاب بابا من المغرب وتزوجنا، خطبني وتزوجنا. يعني الصراحة أنا من البداية كنت رافض أنه بتدخل لعند السوشيال ميديا، يعني هاي الفكرة كنت رافضها أنا. يعني كانت تقريبا من 4-5 سنوات بتحاول أنه بتدخل على السوشيال ميديا، أنا كنت رافض هاي الفكرة. لكن بالأخير أنه يعني أنا يعني ما شفت أنه فيها شيء غلط أو أبدا، يعني وتركت تدخل السوشيال ميديا. كيف ما قال لكم راجي، هي الفكرة كانت ديالي اللي عجبني أنا يعني السوشيال ميديا، وكنت حاولت مع زوج ديالي باش يعني ندخل السوشيال ميديا، ما كانش يعني قابل. من بعد محاولة 4-5 سنوات مني قبل صافي، يعني بديت أنا وياه. في الأول بدأ هو في يعني قلت يلا يعني راجي صور، المهم بحال يعني أنا وياه. بدأ هو وكفتح قناة، داك الشيء يعني القناة ديالو سميتها محمود الأمير، كانت قناة ديالو بوحدو، ولكن دابا قناة ديالي أنا وياه، ولكن غنخليو لها نفس الاسم لأنه عاجبني أنا ومحمود. مهم هذا مكان، وإن شاء الله يعني إحنا باقين يلا في البداية بطبيعة الحال، وإن شاء الله من هنا القدام يعني نزيد نطور من المحتوى ديالنا إن شاء الله. المحتويات اللي كانوا كيعجبوني يعني لي فلوغ، روتينات فلوغات هيك يعني هيك شغلات، وكنت كنتفرج فيهم وكانوا كيعجبوني بصراحة. وباقي هو هذا يعني هو هذا يعني المحتوى اللي إن شاء الله أنا وراجي كنقدمه إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. انا سافرت من المغرب عديت ماما، كنت سافرت انا واختي لانه ماما قلت لكم 11 سنه ما كنت شفتها، وماما كانت في تركيا، وكنت سافرت حيت انا حنا بابا اللي ربانا انا واختي. مهم وراها باش سافرت لتركيا عند ماما، ما كنتش ناوي نستقر بصراحه برات يعني البلاد. ومني سافرت ما قلت صافي يعني نخدم، كنت يلا واخذ ديبلوم، وقلت نخدم الدبلوم ديالي. وعلى من كيف عندما طلعتي من المغرب ما يعني ما توحشتي المغرب؟ نعم توحشت المغرب صراحة، مني سافرت من المغرب توحشت المغرب، ولكن مني تزوجت صافي يعني تعوضت طبيعة الحال. البلاد ديالي كتبقى هي يعني الأساس، ويعني وتنبغي طبيعة الحال البلاد ديالي، ولكن مهم يعني صافي متى ما كنت استقريت برات البلاد وتعوضت. المهم أنا بس سافرت لتركيا قلت لكم تمكن باش تزوجت محمود، بقينا تما كنا عايشين فترة شي سنتين ونص. ومورها بس سافرنا، احنا ما جيناش مباشرة لسوريا، كنا مشينا للعراق كردستان العراق، وما كناش يعني ناويين نجيو لسوريا، ولكن جينا عدة شي امور لسوريا. وصراحة يعني الحاجة اللي جاتني صعوبة فيها بس سافرنا، يعني كنت حاملة في ذاك الوقت بنتي الثانية، هذه هي الصعوبة اللي كانت جاتنا، وهذا مكان وتأقلمنا يعني مع الأجواء المهم انا باش كنت في تركيا ما كنتش كنصور في الفيديوهات، حتى باش جينا هنا سوريا عاد بدينا. وان شاء الله يعني ناويين انا وراجلي يعني نطور من المحتوى ديالنا ان شاء الله يا رب.
يعني شوي شوي مع مرور الأيام بنطور من عند المحتوى تبعنا طبعا، يعني كطبخ كفلوجات كسفر، يعني إن شاء الله في أمور كثيرة. يعني إن شاء الله بنسافروا نصوروا حيث إحنا ناوي يعني فترة إن شاء الله غادي نسافروا، ومرها يعني يعني في أي بلد مشينا لها نصوروا نطوروا المحتوى ديالنا، نخصوا يعني وقت للتصوير، لأنه حاليا يعني شوية كنصوروا شوية كنهملوا التصوير على حساب يعني عندنا وليداتنا وشوية ملهيين مع الحياة، وهذا ما كان. تأقلمنا مع الوضع، يعني أنت كيف جاتك؟ يعني هلا بالنسبة هلا يعني لتركيا طبعا هلا يعني كسوريا هون الأوضاع بتختلف، يعني أكيد يعني برا أحسن لأن هون عندنا حرب اقتصادية، في غلاء، في من يعني في اختلاف شوي. احنا الغلاء هو اللي يعني شوي صعوبة في البلاد هنا في سوريا، ولكن يعني الواحد يعني ضروري تتأقلم. الحياة في تركيا صراحة زوينة، وهنا في سوريا زوينة، يعني تعوضنا، يعني الواحد كيتأقلم مع الحياة كيف ما جاته، يعني كيولف وخا يعني صعوبة ديال الغلاء ولكن يعني الحمد لله متأقلمين والحمد لله. يعني هو برا أحسن، يعني إيش ما كان برا أحسن. جدنا هي كان الأوضاع كمان يعني نفس السؤال نرجع، يعني كمان يعني بالنسبة هون لسوريا في شوية غلاء بالنسبة للأجارات البيوت أو أي شيء، يعني أي شيء كان هون يعني كمان في غلاء. يعني التأقلم اللي جانا في الأول غير يعني ديال الغلاء ما بين الغلاء والاقتصاد، ولكن الحمد لله متأقلمين والحمد لله، يعني في واحد الوقت غادي نرجعوا نسافروا إن شاء الله يا ربي. الزوج ديالي يعني كان تصرف على طبيعتنا، انا كنهضر المغربيه والسوريه، انا كنهضر على طبيعتي وكنصرف على طبيعتي، هو كذلك، يعني انا مرتاحه وهو مرتاح، انا كنهضر بالسوريه وبالمغربيه وكذلك هو. يعني كمان احيانا انا بحكي مغربي هي بتحكي سوري، يعني حكينا مختلط. يعني انا لقيت راحتي الصراحه، يعني الواحد اللي ما هضرش يعني باللغه ديال بلاده مثلا تيكون مختلط مع شي يعني بشي ثقافات ولا شي حاجه، ممكن يعني ما كيهضرش باللغه ديال البلاد ديالو، يعني كيحس بفرق، ولكن الحمد لله انا وراجلي يعني كنهضروا بطبيعتنا، يعني الحمد لله وتبارك يعرف يهضر بالمغربيه. انا كنهضر مغربيه مزيان. راجلي يعني ولا كيعرف يهضر بالمغربيه ورديته مغربي فورماطيته. مثل ما حكيت انه احنا حكينا مختلط، انا بحكي مغربي هي بتحكي سوري، يعني ما حكينا مختلط بالبيت. اي الحمد لله مرتاحه، لا درت معها بالمغربيه كيجاوبني بالمغربيه، درت معها بالسوريه، يعني باش ما درت معاه يعني كان جاوبه. يعني هلا اكيد بالنسبه للمغرب اكيد انا بدي اعمل له زياره للمغرب انا وزوجتي، ومو محددين انه نستقر، يعني يمكن بنسافر كذا دوله، اما للمغرب يعني شيء اكيد بدي اروح له، وكمان لتركيا كمان بدي ارجع له، يعني نتفسح. المهم احنا يعني ما مستقرين في سوريا، احنا بعد فتره ان شاء الله غادي نسافروا، وصراحه ما مازال يعني ما محددين فين غادي نسافروا، ولكن المغرب طبيعة الحال يعني غادي نزوروها. هلا نرجع نفس السؤال السابق، يعني هلا بالنسبه لل الحالة الاقتصادية، يعني في عندنا غلاء هون بسوريا، كثير في غلاء بالنسبة لأجارات البيوت أو يعني أي شيء، كم أي شيء يعني. إيه بالنسبة للأوضاع الحمد لله الأوضاع عندنا بسوريا هادية وما فيها أي شيء، الحمد لله. الحمد لله يعني عايشين بخير والحمد لله، يعني إحنا يعني عائلتنا حنايا الحمد لله يعني مرتاحين، يعني الواحد اللي كيكون داخل سوق راسه وما عندوش مشاكل وهذا الحمد لله كيعيش بخير. الحمد لله. الحمد لله. بفكر اني بدي ادخله لعند الروضة لان لساتهم صغار، من بعد الروضة يعني بدي ادخله لمعهد قرآني بيحفظ القرآن بيتعلموا الدين، هذا الشيء اللي عم بفكر فيه انا ان شاء الله، يعني لما يكبروا يعني اهم شيء الدراسة والدين و يعني التربية الحسنة ان شاء الله، وهما يعني طبيعة الحال هما يعني جنسيتهم سورية يعني كيهضروا بالسورية، وحتى المغربيه راه يعني غيتعلموها بطبيعه الحال، يعني دابا كانوا كيهضروا بالسوريه وكيهضروا حتى بالمغربيه، يعني كيتعلموا اللغه المغربيه. يعني هن حاليا هن صغار، يعني باقين في عندي بنت عمرها 3 سنين وبنت عمرها 2، يعني باقين صغار يعني بشويه بشويه
الواحد يعني يكبرهم بشوية بشوية كيف ما كبرونا والدينا إن شاء الله. لا يعني بالنسبة لل يعني أحيانا يعني بأي أمور نفوت فيها كان الضيق ولا أي شيء كان يعني هي بتساعدني أنا بساعدها يعني اثنيناتنا يعني بنساعد بعض دائما يعني بأي ظروف كانت يعني الحمد لله. الحمد لله يعني أنا وياها سند لبعضياتنا يعني أنا كنت متضايقة ولا هو متضايق يعني كان نكونوا سند لبعضياتنا والحمد لله يعني واقفين مع بعضياتنا ومتفاهمين على الحياة. أهم شيء يعني في الزواج هو التفاهم والحب والثقة والحمد لله يعني أنا ورجلي عندنا هذا الشيء يعني الحمد لله التفاهم والاحترام لأنه يعني وخا زوج وزوجة يعني ضروري تكون احترام لازم يكون في احترام وإحنا يعني الحمد لله إيه الحمد لله إحنا بأي ظروف كنا نمر فيها إحنا اثنيناتنا دائما كنا نكون حد بعضنا. لحم بالبرقوق. لحم بالبرقوق انا وياها انا ولفت الطبخ ديالهم ولفت الطبخ السوري وشحم الاكله ما كنتش كناكلها طبخ يعني طبخ سوري ولات كناكلو وهو كذلك يعني كيعجبو الطبخ المغربي يعني الرغيفه ولا الرغيفه اللحم بالبرقوق في هاي الشوربه الحريره ايه هاي كمان كثير بحبها. وكاين طبخ اللي يعني هما كيطبخوه كسوريين وكنكونوا حتى حنا في المغرب كنطيحوه بحال اللوبيا وبحال المرقه يعني كاين كم اكله يعني كنطيبوا حنا في المغرب وتما في السوريين كيطيبوا مثلا مقالي يعني اي اكله عارفين على الاكلات المحاشي كاين اكله المحاشي وانا تعلمت اطبخ طبخ انا تعلمت اطبخ الطبخ السوري وهو تعلم يطبخ الطبخ المغربي بحال مثلا الشيخ المحشي محاشي اي سامبوسك كذلك سامبوسك صراحة بنين لحمة بعجين يعني مثلا أنواع الزلطة يعني كتير أكلات صراحة عندهم بنينة ولفت الماكلة كتير كين أكلات يعني اللي كان طيبوا في المغرب كذلك لكم يعني كتطبخوهم هما في سوريا مهم تأكل ذاك الأكل المغربي. لا والله بالنسبة للأكل المغربي صراحة يعني الأكل المغربي شي يعني شي فاخر من الآخر صراحة. الأكل السوري هو صراحة ما شاء الله عليه تحمل أكلة صراحة ما كنتش كناكلها ولا كناكلها وان شاء الله العقبه ما ياكل الاكل المغربي في المغرب بذاته ان شاء الله. شو اكثر الاكلات السوريه عجبتك انت؟ الاكل محاشي هذه لحمه بعجين شوربه كثير اكلت اي سمبوسك تا هو اي بزاف الماكلات الصراحه اللي مهم ماكلتهم كامله ولفتها. بطبيعة الحال اللي كيميز العلاقة ديالنا أنا والزوج ديالي هو الحب والتفاهم والثقة. أهم شيء أنا ومحمود متفاهمين بزاف الحمد لله في كل شيء يعني أي أمور أنا وياه متفاهمين وهذا هو اللي كيميز العلاقة ديالنا. وفي أي بيئة كنا يعني مثلا أي بلاد ولا في أي مكان يعني تكونوا سند لبعضياتنا وهذا هو اللي كيقوي العلاقة ديالنا. صحيح. يعني أكثر شيء بيقوي علاقتنا أنا وسلوى يعني في بيناتنا تفاهم بنفهم بعضنا منيح بنحب بعض بأمور كثيرة هي بتفهمني أنا بفهمها وهذا الشيء اللي كاين. مو هذا الشيء اللي كاين يعني أنا وياه الحمد لله والله يخلينا بعضياتنا وإن شاء الله يعني مع المستقبل نطور من المحتوى ديال القناة ديالنا. وشكرا بزاف على الاستضافة لقناة للمولاتي وهذا هم الأسئلة اللي كانوا اليوم وشكرا لكم بزاف ومع السلامة. كل الحب والاحترام للشعب المغربي ونشوفكم على خير مع السلامة. لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.